غير تنظيف السموم يعني ديتوكسيفيكيشن يعني مثلا ده شبه شويه موضوعنا هو النهارده. يعني ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم اللي هو ازاي نعمل ديتوكس ده بالك ادفانس ديتوكس بحيث ايه ان احنا نطلع السموم من جسمنا. تمام. اول بقى لما السموم بتطلع من جسمنا عشان كده بنقول اورجانيك. اورجانيك يعني ايه؟ يعني مثلا ده مثلا الديودورنت اللي بيتحط تحت البط بالذات في الحر كده ده بيبقى فيه الومنيوم كتير. فعايزين نقول الزوجه اللي عايزه اولاد كويسين ما تحطش ديودورنت فيه الومنيوم او الشاب. تحط هل هو في انواع خاليه من الالومنيوم تقصد حضرتك؟ الصيدلي تقول له انا عايزه حاجات خاليه من الالومنيوم. مثلا حاجه زي كده مثلا اللي هي بتاع ده الصلصه. صلصه في حل الالومنيوم. طبعا الصلصه حامضيه والحله الالومنيوم بتطلع الالومنيوم. الالومنيوم ده بيعمل الزهايمر وبيعمل مشاكل. تتعمل الصلصه في حلل ايه؟ تيفال، ستان ستيل، بايوكس، كل الحاجات دي. والتيفال اللي بيقشر بقى ده وبيطلع. التيفال اللي بيقشر يبقى بلاش. واخد بالك البايوكس من احسنهم. هنروح مثلا هنلاقي مثلا على البحر الحكايه ديت مشهوره جدا الناس تاخد الاكل في ورق الومنيوم فويل ورق قصدي واللي هو الالومنيوم فويل يقول لك سمك.